شراب. أنا عارف وكمان جاهز، بس أحب أطمن. طمن وماله؟ ما ضرش. والله زماني غريب. حقك يا خميس. أصل يا غريب. أصل يا فنزينة. حكومة! خيانة يا خميس، الفلوس كلها راحت. عملتها يا ابن النوح. يبقى هتموت. غريب! لا 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 غريب! غريب! ارمي سلاحك يا خميس! سلاح! لا 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 يا غريب! ثم إن أهل المجنى عليه ما اتهموش خميس أبو سنة بقتل ابنهم، بل على العكس كل أقوالهم لصالح موكلي، سيما وإن الشهود وتحريات المباحث أفادت إن موكلي لم يكن يقصد قتل المجنى عليه. أما بالنسبة للتهمة الأخرى والخاصة بالإتجار بالمواد المخدرة، فالمعمل الجنائي قد أفاد بسلبية جميع العينات المضبوطة، وده دليل فني ملزم للمحكمة يا فندم. يعني احنا في السليم يا سعادة الرئيس. وشكرا. الحكم يصدر بعد المداولة. رفعت الجلسة. جماعة! Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المدولة والاطلاع على أوراق الدعوة ومواد الاتهام وسماع المرافعة، حكمت المحكمة حضورياً على المتهم خميس عنتر أبو سنة وشهرته أفندينا بالسجن 7 سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط. رفعت الجلسة. ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك يا حبيبي. الله يرحمنا يا خال، ما تخليهاش تيجي تزورنا. ما تقلقش يا ابو جمعه، هيعدوا اهو. روح ياما. على السلامه يا حبيبي. ريحيني وروح ياما. على السلامه يا رب الدين. على السلامه. مع السلامه. ارجع على الغلبان. هتقطع بينا. اتفضل شاي. الود بين الأحبة موصول يا شاويش محمد. طمني، ابنك اتعين في الداخلية ولا لسه؟ البركة في دعوات الحاجة. دعوات الحاجة برضو؟ وانت يا كبيرنا. حلوين. الله. حلوين. حلوين. اي حاجة يحتاجها تجيلي. نعناية الجوز. بقولك ايه يا كبيرنا، الفلوس دي كانت متشالالك في الامانات، وانا قلت اجيبها لك بنفسي لحسن يقلبوها لك وما بيسلموك الحاجة. انا عارف ان انت طول عمرك نزيه ومش هتسأل في المواضيع اللي زي دي. اتفضل يا كبير. الفلوس دي خليكوا رجاله زي ما انت زي ما انت زي ما انت. الفلوس دي يا شاويش محمد للرجالة هنا، لكل الرجالة، واي حاجة يحتاجوها، اي حاجة. رقبتي سدادة. اصل يا كبير. وكل شهر هيوصلك زيهم. طول عمرك كبرنا يا فندي. حلوين. 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 مبور مبور مبور. يا فندم تمام. لا دي حركة حركة حلوة. حلوين. مؤاخذة يا ابني، العتب على العتب. سفارس سفارس يا كده افتكرت يا معلم. انت مش كنت خرجت ورجعت وانا ليه بطفى غيره؟ يا دي انت ايه؟ جاحد؟ عيالك ما بيوحشوكش؟ يوب رب اسمه كريم. ده كريم يا رب، هو احسن برضو يتربوا بعيد عنك. دي خلقة تربي نشأة. وعلى فين العزب ان شاء الله؟ لا ده لفه طويله، ايش مخدرات وايش ابن عام وبين عنان اللي هكون هربت الفلوس بره البلد. ده انت جاي منوعات بقى. طب خد امسك، خلي دي معاك. لا خيرك 7 سنين معلمين. ياد رزق ياد، مكتوب لك ياد. خد ياد ما تقطعش. طول عمرك حنايه يا سيدي المعلمين. والدنيا بره عامله ايه يا سبارس؟ ملطاشه يا سيدي المعلمين، والناس بقت معشقه في بعضيهم ومحدش فاهم حاجه خالص، واصعب حاجه اني ما عادش في المزاج. ايه الدنيا بقت صعبه؟ خد امسك، انا هطيب لك مزاجك. لا لا ايه ده، عدوي واخناتون مفيش حاجه، مفيش حد غريب. خد ياد. الله، اي صنف ده يا معلم؟ صنف ايه يعني؟
مزاج الخير طبعا، وفي غيره مهما الدنيا تتغير لا يمكن يتغير، ولا ريحته ولا لونه ولا مزانه. طول عمرك على قديم وسيد المعلمين. يلا يا حنان. يتوب علينا ربنا. ادي ساعتك، وادي سلسلتك، وادي خواتمك، وادي يا سيدي مفاتيحك، وادي محفظتك. الله، مين دي يا فندينا؟ رمانة. مراتك؟ مراتي ايه؟ في حد بيشيل صورة مراته برضه يا شويش؟ على قولك، ده ايه بفال عفش؟ بقول لك ايه؟ انا اديني فلوس لسويش محمد، وكده يبقى امان يا فندينا. وصلت وصلت. شكريم، ما بتنساش حد ابدا يا فندينا. ده رزق ويروح لاصحابه، هي دي الاسمة. بالحضن بالحضن يا اجدع رجال. هتوحشونا رجالة، يتوب علينا ربنا. اوعى تقول لي انك جاي تودعه. اسر يا منصور، انت في طار بايت بينك وبين خميس افندينا. لو انت سادة يا فندم، ده ادمان اكتر منه طار. طب وعليه يا سيدي ده كله؟ اللي زي ده موجود منه كتير. اللي زيه تخاف منه، لكن غيره بنعرف نجيبهم بسهولة. الدنيا مليانة بلاوي، والبلاوي مفيش اكتر منه، زي الرز. بس السوس بياكل فيه، انما ده رز ابيض متساوي على البخار، يعني تشم ريحته قبل ما تشوفه. ده انت معجب بيه قوي. افندينا لو قريت ملفه اكتر من 100 مره مش هتعرف تخرج منه بجمله واحده مفيده. واحد كان بينه وبين حبل المشنقه مفيش، وفجاه وبقدره قادر ينزل الحكم 7 سنين. مش هتعرض محام وحظ متهم. هو ده اللي خلاك تسيب كل حاجه وتيجي وراه لغايه هنا. في ريحه خطر يا فندم بيهدد خميس، خصوصا ان نوح ما اتهموش، يعني في تربايت. ده غير ان نوح استولى على البيت ورجع اهله تاني لشغل الشارع والشغل الشعبي والقطاعي، ودي فرصه يا فندم نلم الغله ونخلص من كل الوغش ده مره واحده. تمام يا فندم، خميس خلص الاجراءات وخرج. افندينا خرج يا رجاله. بعدوننا عن كل اللي واقفين، تطلع فصيلة دم منا الوحيدة هي اللي تنفع تديلك يا ابن المحظوظة. المصيبة لا تكون الأنبوبة دي رايح جاي والبس نقطة زفرة من دمك المليان بلاوي. أنا بكده اطمنت على روحي عشان خدت من دمك سر الخلطة يا فندينا. خلطة؟ غلطتك انك لزقت فيا ولبست الطلقه بدال يا خفيف. افندينا خرج يا رجاله.
معلوم هيك منك ما رضيتش تسجد معنا لربنا يا واطي. يعني كانت سجدت منتخب مصر يا خي. يفلت منكم في السجن وبره كمان العيار ما يسيبش وتطلع تحود. الله ده انا بعلي فيكم سنين عشان اليوم ده مش عشان تقفوا قصادي وشكوا في الارض وقفى كل واحد فيكم يعمر فرن عيش بحاله. ما يا معلم هو اللي اخرس يا ياد اخرس. انت فاكرك راجل بيد ثابته وعز صار طلعت مرة بيد طرية وعين زيغة اتفوكس عليك راجل. هو العيل من دول لما رصاصته تخيب ما يستاهلش يعيش ثانية واحدة يا حد. انت يا ابني على طول متسرع كده ما ينفعش تضرب على رجالتك ما ينفعش. تعال تعال قدام امشي امشي. ودم الشهيد ما يطلع عليه شمس تانية يا حاج. اه خليك انت بعيد يا ابني سيبهولنا احنا كبير وهتشوف. النبي تتلهوا اتلهوا يا اخويا ده كان في ايديكوا ساكن على شجره في عز الدهر ما عرفتوش تصطادوه. دلوقتي عجبوه بعد ما رجع عيش واتكن بجحره ده سمك ونطف في الميه وابشيته ما بقتش سهله. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ هي عشان خيبت مره نقوم نسيبه؟ يا ابني يا ابني يا ابن المعروف قلت لك 100 مره خليك انت بعيد عن كل ده. ما ينفعش يا حاج ابقى بعيد ده لما اخويا وفرقت العم كله وانا المعلم وكلمتي على الرقبه الكل. وانا بقى ماليش عيش في الدنيا دي طول ما هو مقطع فيها كده وحياه امه ليكون مصفي دمه نقطه نقطه ودم خلب وسله عشان يعرف مين براء النوح يعرف مين انا عباد الروح. استنى خد 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 براء ولا براء انت انا وانت هتقف تتفرج عليا ورايا اخويا اللي كاني وباصي الدنيا ورايا بسرعه اجري. عفوا دي خلف عار يا الف لا بابا شاكلين يا رجاله نجيبكم في الافراح. الخال رجع والحسن رجع للبيت من تاني بالحضن يا غالي بل ريقي ورد فيا الروح. طبطب يا أم طبطبي يا حبيبي يا ابني نفضي تراب الظلمة من على كتفي. ما حسيتش اني كنت مسجون الا دلوقتي ولا سمعت صوت الرصاصة الا هنا. الحمد لله ان ربنا نجاك. انا قلبي اتخلع لما سمعت الخبر بس برضو ربك حنين ورحمته سابقة قضاه. ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عايزة ده. الله خدونا في الفرح الليلة عيد اخواننا. يا حبيبي يا ابني كهربا انت لسه خرصة؟ امال في الساعة ده ابو جمعة انت لسانك سابقك على طول كده. ده تحكي لغات. تعالى يا كهربا. بلاش محن يا بنت انا ما احبش النسوان لما تقوى. سيبيها يا اما تعضل عباية عباية مراته يا حاجة سيبيها تفك عن نفسها شوية. بلا محن حريم مش قادرة تستنى لما يتقفل عليهم باب ولا خلاص الزبدة ساحت عالصاق والسما اتحرقت يما واللحمة استوت وطلبة اكال اتحشم يا واد. يا ألف حمد الله عالسلامة. شوق مراتي هي اللي كانت بتخفف عني مرار غيابك السنين اللي فاتت دي. نورت بيتك يا سي خميس. منور بيك يا مرات الخال. قال لك اسمها شوق. اه شوق ها قرب يا شوق
حبي على ايد كبير البيت. حب على ايد افندينا. شو لا اله الا الله. لا مؤاخذه، وماله ما يضرش. خميس تعال اقعد على الكرسي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. انت ليه كنت بتدافع عني بقلب قوي كده؟ حسيت انك مظلوم، شفتها في عينيك وانت بصصت من ورا القفص، سمعتها في رنة صوتك وانت بتحكي لي اللي حصل عند المؤمن، حسيتها في رعشة ايديك وانت بتسلم عليا، قلت هي دي الانسانة. هو ده الانسان، الخسارة في حبل المشنقة. بس انا عايز اسالك سؤال، هو انت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قلب، ولا لما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله؟ مهرب قبض الروح يا بدران مش حاجه سهله، بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت، يعني نفضل عايشين كلنا، وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم يبقى في مزاج. ياخد بق لو عاجبك خليهم يحطوا لك شويه هوا تاني. يا على كتفك ده كفاره يا فندينا. أعرف أعرفك براء النوح اللي مطرح ما يحط رجليه يحضر قبض الروح. ارجع اثبت. وأنا بقى حالف باخده من هنا غير وأنا مسلم روحك للي خدتها يا أفندينا. متشكرين على كابتن مصر يا محترف. تطورني يا فندم. اقتلني اقتلني يا خميس، وانت لو ما قتلتنيش انا هقتلك. هقتلك يا خميس. لو حابب نتعرف ياض انا بقى اعرفك. خميس يا فندم اول خميس ملوش جمعه. لا لقيت بتسهر ويانا ولا تروح تتفرج على التلفزيون؟ دوس على الزنات وقتلني. انا مش خارج من هنا غير يا قاتل يا مقتول يا خميس،
ورحمة الغريب لا هقتلك يا خميس. اثبت اثبت يا انت فاكر يا دي المدة بيرمرم كده يلا ليه؟ والمدة بتاع عيال المدة عنده مزاج وبينقي الجتة اللي ناولها الشرف ده. وانا ليه دم عندك؟ وهاخده يا فندينا، هاخده منك يا فندينا وهقتلك. اثبت اثبت يا اثبت يا افتح بوقك يا ابوك يا ده عارف انك هنا ما ظنيش انه بالغباوه دي ولا يا زوز ما ظنيش الله يعني انت كده خرجت عن طوع ابوك معلم النوح معناها لازم تتربى ويتعلم عليك بس وابوك هيقرا العلامه دي كويس عشان بعد كده تسمع كلام ابوك كلام امك لا ها اثبت اثبت يا اخلص عرفت حاجه وصلنا له يا كبير فين كباريه المالت بيدور رائد لافندينا هناك وانت كنتوا فين وازاي تسيبوه يروح لوحده ما انت عارف دماغ المعلم براء ناشفه زي الحجر رفض حد يروح معاه يوم يروح له في حجر المالت ده كلب افندينا وقطته بتتمسح فيه جهز بسرعه كام راجل من رجالتنا يجوا معانا لازم نلحقه قبل ما ياكلوه يلا بينا خميس قفش الدنوح في كباريه المالت وعامل عليه حفله هناك خميس اللي راح له ولا هو اللي جاله لا الواد هو اللي راح بس شكله كان نوع الشر لكن افندينا لعبها معاه وجابه تحت رجله خلاص مال وشك مسفر كده ليه لا لا الا الله النوح مش هيعدي اللي حصل لابنه ده بالساهل حاج هو خميس قرص على الواد بالزياده الظاهر كده ما دام الخبر وصل لك يبقى ضروري راح للنوح طب والعمل يا حاج طب تسالني يا ابو سنه لم الرجالة وروح في ظهر خميس أحسن يخرج يتفاجئ بيهم هات يا جمال يا رب استرها راح فينا الصبح كده يا براء مالكيش فيه خليك في حالك ما هو ده حالي وانا مش مراتك ولا ايه مراتي بأمارة ايه بقى ان شاء الله بأمارة الوضع اللي ابوك غصبنا عليه بقولك ايه حل عنا فوخي والصبح قولي على الصبح انت صحيح لو عايز تنتقم من خميس لازم تعرف ان عنده رجالة كتير وعزوة اكبر يعني عشان تنتقم منه لازم تبقى قده خدني على اخوانه هو رجالته ابن الكلب بس وديني لكم جايب اجله بايدي دول ساعتها تكبر في عيني وتسد الخانه الفاضيه وتحل محل اللي راح اكبر في عينين مين يا بت اوعى تكوني فاكره ان انا رايح اخد طار اخويا عشان اكبر في نظرك ولا حاجه انت تبقي اتعبطتي قدك 10 مرات
بيترموا تحت رجلي كل ليلة. بس انت بتيجي كل ليلة تترمي تحت رجلي وما بعبركش. ما هو ده تمامك، ما تعرفش تضرب غير النسوان، انما تيجي عند الرجالة وتعمل فار. انا فار يا بنت الكلب؟ وحات امك لعرفك ما امك صح. حرام بس. وانت نزلي لتحت دلوقتي. يلا. ارفع وشك يا مش ابني النوح اللي يحط وشه في الارض. مش هقدر ارفع وشي يابا غير لما اسحله قدام رجالته واخد حقي بايدي. حقي ما يتاخدش بقعده نسوان في البيت ولا بكلمتين فاضيه. الحق يلزمه قوه تحفر بيها قبر للي ليه كتار عنده. والقوه دي لازمها دماغ شغاله عشان توزن بيها كل ده، عشان يوم ما تضرب كفتك انت اللي تطب. فهمت يا براء؟ أداري دموعي جواها محدش عنده فرحة سلام. أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عايز دوشة، أبات برة أبات جوة، دي حاجة تبع المزاج والكيف. ماشي، مش عايز عكنانة وبراحتي. محدش عنده ضحكة السلف أداري. أمي مالها صوت في البيت. صوت في البيت. مين اللي سجل يعمل؟ ممكن تكون قطه يا سي خميس. الحريم يدخلوا الاول. خال اخذوا الزوماتي خليكم في ظهري. يلا في ايه؟ في حد كان بيحاول يحط من على الكوره يا فندم. انتوا فين تتفرجوا؟ ورا يلا رجال ورا. في ايه؟ تورطت مني على البحر. تتبعها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينه في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش، انا هسيب السلاح اهو عشان تضطر. حاجه يا ابني، سيب السكينه اللي في ايدك دي.
ما تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقه؟ ولا اتنين؟ ولا زياده؟ ايوه هي زياده. يلا يلا اثبت، خليك مخانق. قوم قوم اخويا، قوم تعالى خفيف. ولا اي حاجه. وطي ياض، حب على رجل سيدك افندينا ياض. انت ايه ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحة يا زوز، شويش مطني. ده مهما كان يتعدى أسير حرب، يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون أفندينا؟ ناخد رأي الرجالة عشان أنا راجل ديمقراطي. إيه الديمقراطية يا رجالة؟ اللي تقول عليه يا أفندينا. شفت؟ لازم آخد رأي رجالتي. مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انتصاص الليالي على بيت أفندينا. المرة اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه، انما المره دي ده كلب متأجر. انا ايه الغباوه دي يا زوز؟ مطي. ايه رايكم يا رجاله، القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر النفس لراسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته. وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر يا افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الله. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه؟ أرد عليك عم الشيخ. معلم النوح كبير الصحراء، جماله حفظها شبر شبر، واسمه عندنا زي الجنيه الذهب. ابنه براءة.
أشقى خطر في المنطقة وأسرع موزع في السوق، واسمه مكتوب بالحبر السري عند الداخلية لغاية دلوقت. معلم أبو سنة، يا جمالك يا معلم يا خال، يا كبير الكبار، يا أمير الأمراء، يا مكيف الكيف، يا أصل الدويقة ومنشية ناصر، صيتك من الصعيد لغاية هنا. خميس أبو سنة أفندينا، رنس المزاج، أبو الرجال، وكفه معلم على وش اللي ما يتسموش. خلاصة الكلام يا رجالة، الفرقة خطر والمصلحة تحكم. قبل ما تكمل يا باشا، الحكاية أصلها الدم، والدم أصله غدر. دي ما تسويش دي يا أبو السنة. الموت أهون يا نوح. أيوة بس لما يبقى القتيل ده إيه، ابنك ولا أخوك؟ الكلام هنا يفرق أوي يا معلم أبو السنة. جرى يا رجالة، احنا مش جايين نقلب في الدفاتر ونصفي حسابات. اللي فات مات، كفايه عليك يا نوح بضاعتك اللي راحت، والراجل بتاعك اللي الحكومه مسكته قعدت تعصر فيه عشان يقر، الله اعلم خلصتك منه ازاي. وانت يا ابو سنه، بضاعتك بدات تشح في السوق، هتنكشف، والشغل الشعبي ميبقاش يليق بافندينا. شوفوا يا رجاله، كلنا عارفين قانون اللعبه كويس، اللي هيورب سنة هيقع، عشان كده لازم نركز ونشوف مصلحتنا، واللي مش عايز ما يلزمناش. السوق زي ما ليه ايد بتدي، ليه سنان بتعض ورجلين بتفرم وتخلص. ربنا يا رب يعوضنا على البضاعة اللي راحت، وإذا كانت الخسارة على قد الفلوس ما يهمنيش، إنما الخسارة اللي لا يمكن أسكت عليها أبداً هي خسارة الرجالة. ربنا يديم علينا نعمة اللمة بتاعتنا، نقرا فاتحة على المرحوم. آمين آمين آمين. فاتحة عهد، والعهد سيف على رقاب الكل. بس أنا مزنوق في سؤال كده يا باشا. فك نفسك وقول يا أبو سنة. هو مين المرحوم؟ مرحوم يبقى الدار اللي بيننا وبينهم يا خال. سعيكم مشكور يا رجالة. استنى انت يا خميس. عايزك. مصر بتبقى حلوة قوي بالليلة يا خميس، تحس ان كلها بتاعتك ومحطوطة في جيبك، تحس انك راكب فرس وماسك اللجام كويس. مالك يا خميس؟ مفيش يا باشا، بس انت قلت لي عايزك وجينا وبقالك ساعة ما تتكلم عن مصر حلوة ومصر جميلة ما انا عارفها. انا متابعك من زمان يا خميس، دخلت دماغي وانا صعب قوي حد يدخل دماغي، من وانت صغير وانا مراقبك، عجبتني لان ليك كرامات مع الحكومه، واللي عجبني اكتر ان انت رميت عمرك ورا ظهرك ورحت تطالب بحقك وقتلت غريب وسط الحكومه. الخيانه تمنها الموت. في السنين اللي فاتت الخميس السوق اتغير، ناس كتير اتحرقت، انا كنت مستنيك، انت خلاص اديت الحكومه حقها، ناخد حقنا بقى. لا يا باشا، بس انا يا دوب لسه خارج بتفرج على الدنيا من بره، ما عنديش نيه اغرس تاني. كيف ما بقاش المزاج خلاص يا خميس؟ انا بيت العمر بتاع مزاج، من وانا عيل صغير قد كده وانا بتاع مزاج، وبحب وبشتغله بمزاج، وزبايني كلهم بتوع مزاج، ناس رايقه ما عندهمش مشاكل ولا ليهم في الدوشه ولا حتى لخبطه الكيمياء. الناس اتطحنت يا خميس، بقت عايشه في دوامه. الطحنه دي خلصت على اللي في جيوبهم وخلصت على صحتهم. بقى الزبون من دول يدور على نص برشامه عشان يوانوي، واللي معاه قرش ما يلزموش البني خلاص. بقى بيدور على خطين ابيض مخلوط عشان يسافر. زمن المزاج ولا يا خميس؟
انت عايز مني ايه بالظبط يا باشا؟ انا اصطفيتك يا خميس، خليك كبير السوق. لا يا بيه، بس انا لما وقعت انت سبتني اغرق. عيب عليك تقول كده يا خميس، انا حاطط عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن. امال مين اللي غير الحرز بتاع البضاعه قبل ما تروح المعمل الجنائي؟ مين اللي جاب شهود نفي وخلى تحريات المباحث تقول ان ما كانش عندك نيه تقتل غريب؟ مين اللي ضغط على نوح وقال له ما يتهمكش بقتل ابنه ويحضر المحاكمه بتاعتك كلها من غير شوشره؟ كل اللي انا عملته ده يا خميس خلاك تاخد 7 سنين بس، وانقذت رقبتك من حبل المشتبه. والحقيقه ان بدران ما كدبش خبر، نفذ كل اللي قلته له بالحرف الواحد. شفت بقى انت ظالمني ازاي يا خميس؟ بدران يا معلم، هلا. ما انت عارفني، انا طول عمري كلمتي واحده، العاشة عندي يوم الخميس زي ما وعدتك. لا لا، واطمن اطمن، هعمل لك أكلة خفيفة عشان ما تحماش على صدرك. ماشي، استنيك أنت والرجالة. السلامة يا معلمة. على النعمة من نعمة رب، أنت اللي معلمة يا معلمة. قدرت تضربك السوق في ثانية إلا ربع. ما أنت عارفني يا واد يا براء، أنا ماليش في البيت. أنا طول عمري أحب الحاجة الطازة قبل ما تحمض وتفوح ريحتها وتلم عليها الدبان. ربنا يجعل كلامنا خفيف على الدبان. براه، انا مش عاوز جنس مخلوق يحس بالمصلحه دي خالص. ورحمه الغريب، لو عيله ابو سنه دخلت في الحوار ده لكون ما انقشهم بستاني دول. خليهم غرقانين في البن اللي راح زمن، يبقوا يقابلوني. مش هيدوم، مش هيدوم. خميس أكيد هينقل على ملعبنا، وضاوية وأبو سنة هيلعبوا في نفوخه جامد. آه، بس الخوف بقى لا تكون دي رغبة الباشا كمان. يا دي الباشا، يا دي البعبع، ما طالما فيها باشا هتقول لي هدنة ونطاطي ونستنى زي كل مرة يا حاج. خسارة يا براء، دي 1000 مليون خسارة. كان نفسي ومنى عيني يا براءة تتعلم من الجمال اللي انت بتربي في وسطيهم. يا واد خزن واصبر، خزن واصبر، عشان يوم ما تقلب تلاقي الزاد اللي يكفيك وتضرب ضربة معلم. عم محمد، وازاي مراتك وولادك؟ تسلمي يا ست هانم، ربنا ما يحرمناش منك يا رب. استمر بقى في حوار الدعاء ده، يمكن دعاء منهم يظبط معاك. ربنا يسعدك يا رب ويحفظك من كل شر. طلع لي الشنط على فوق. عينيا. حاضر. اهلا اهلا، اخيرا بنتي حبيبتي رجعت لي. وحشتني قوي يا ابوي، خلاص هتزهق مني. ازهق منك ايه؟ الله، ايه يا بنت الحلاوه دي؟ انت طالعه على ابوكي ولا ايه؟ ها، طمنيني. تمام يا كوتش، خلاص خدت الشهاده ولازقاله. يعني بقيتي 100 100 في الكيمياء؟ يعني اسيبك انا عشان ورايا 1000000 حاجه. يا بنتي اقعدي خدي نفسك في السفر. نفسي ايه يا عمروتي؟ انا عايزه ارمي نفسي في البول واطلع انام لي شويه واروح اقابل صحابي، وحشني موت. طب اعملي حسابك هنتغدى سوا. لا، انا اكلت في الطياره، ما تعطلنيش بقى. يا بنت المروشه. هم يا رجاله، مش هنقعد طول النهار نرص بالكام كرتونه دول. يلا عايزين نوصل بالنهار. امن على الكراتين كويس يا مطفي. حاضر. ها، ممكن نطيرهم. عينيا. حاضر يا معلم. يلا شدوا حيلكم شويه. يلا يا رجاله، مفيش وقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فندينا. اهلا
هتشاور البضاعة اللي هنستلمها في الكراتين دي؟ أمال إيه؟ دي كراتين متأمنة وآخر حلاوة. يعني لو قابلنا كمين في الطريق مش هيعترف حاجة؟ الله، أيوة أمال إيه؟ زوز هات كرتونة فرج يا فندينا. حاضر. آه اتفضل يا فندينا. الكرتونة دي طبقتين، طبقة فوق معسل وطبقة اللي تحت معسل، وفي النص هتشاون البضاعة، يعني اللي هيفتش مش هيلاقي غير معسل وبس، وده شغلنا يعني في السليم. يعني لو جه ظابط رخم رخم وقام عامل كده البضاعة بتاعتنا اتكشفت وعليها المعسل بتاعنا، يعني لابسينها لابسينها. الله عليك يا معلمي، خليك في شغلك. هلا يا فندينا، دي عملية متجربة قبل كده كذا مرة وعدت. مش كل مرة تسلم الجرة يا خال، لازم يكون في فكر جديد، لازم. الحكومة بقى عندها حاجات حديثة، لازم احنا كمان يبقى عندنا فكر حديث. صح مار، يعني مثلا مثلا بطني. نعم. لا لا استنى، الشغلانة دي عايزة واحد نبيه، عايز واحد يلقطها كده ذكي. بص يا زوز، قومر في الدين، هتحل الصاجة دي بتاعت أرضية الصندوق وهتحط لي صاجة تانية تحت، وفوق منها ترص البضاعة، وفوق منيهم تحط صاجة تانية إنما دبل ومن غير مسامير. هتمسك إزاي من غير مسامير يا فندينا؟ اتقل يا خال، اتقل عشان تاخد شغل نظيف. هتتحط كابس، يعني كابس، لاني احط ارضيه الصندوق الاصلانيه واربطها بقى بالمسامير. فهمت يا زوز؟ لا مش فاهم. انا بقى فهمت. لا حول ولا قوه الا بالله، محيرني انتوا الجوز. والكراتين تبقى فوق زي ما هي، انما فيها معسل وبس. برنس يا معلمي. خدت بالك يا خال؟ كده لو فتشوا هيفتشوا الكراتين مليانه معسل، اكل عشنا، ومش ممكن يخطر في بالهم ان هم يحلوا ارضيه الصندوق. ولو جت في دماغهم هيحل الارضيه هيلاقي صاج، واستحاله يخطر على باله ان البضاعه في بطن الصاج، وكده نبقى في الامان. ولا يا خال؟ منك نتعلم يا فندينا. ايه محدش يتعلم ببلاش، اعتمد يا ابني انت اهو، يتوب علينا ربنا. يلا يا مطل، يلا عشان نازل الكراتين. تعال واوعى تحكها. ناولني. خد يا ابني، خد يا زوز. ناول. يلا هم يا رجاله، يلا يا اخوان انت وهو. يلا. اهلا 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 بريحه الحبايب وريحه اهالينا كمان. اتفضل يا سريع. ايه يا معلم، مش هتعايل البضاعه عشان تمضينا على الوصل؟ مش قبل ما تاخد واجبك يا راجل. شفاعه، قومر يا كبير. عد رجاله المعلم هريدي وابعت للحاتي، هات اللي يكفي وزياده. حصل يا كبير. طول عمرك اهل كرم يا معلم نوح. ما ينفعش اي مخلوق على الارض يحس ان انا ليا اي دخل. عيب يا معلم، ودي كانت اول مره. بس المره دي بقى غير كل مره. اتضمن يا معلم، حط في بطنك شاد البطن يخسف. العبها من ابعد حته ممكن تطولها، مش لازم اي حد من رجالتك يبان فيها. ما انا مش عاوز اسيب اي فرصه لاي غلطه مش محسوبه. اعتبره حصل. حس كده ده مش خساره فيك. تسلم يا سيد المعلمين. روح يا راجل بالسم الهاري، إلهي يتسرق منك. بتقول حاجة يا معلم؟ بقول لك منور منور. الطريق ده مقطوع يا خميس، مالناش فيه ناس كتير يعرفونا. كان حجرة ايه لو سيبنا رجالة الدهان يجوا ورانا يأمنوا ظهرنا. كم قلبك يا خال، البضاعة دي احنا دافعين دم قلبنا فيها خميس.
خليها على الله. والله على الله. رزنا. كسر جمال. عسل ده بتاعنا ودي حبة فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش. الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. انت عايزين ايه بالظبط؟ راس افندينا. اضبط مين اللي بقى تحت ده؟ مين ياض اللي بعت؟ بس يا فندينا الكلب. مين ياض اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ وانتوا فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟ ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخستح حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي. خميس لا اله الا الله. الحمد لله الحمد لله. اشكرك يا رب اشكرك. كرامة هاتي لي ما ياخد الدواء. شرابية طورين يا حاج. هاتي لي ما يتوضى عشان اصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله انت كريم. يبارك لك يا رب. بالراحة على نفسك سلوسي. اللهفة على اللي في سنك خطر. عايزاك تلمي شوية مشاعرك اللي متبعترة دي. هتطفشي الراجل، هيزهق هيهج. أنا هعوزك تتطلقي انتي؟ ليه يا أختي؟ من قلة النسوان؟ اخص الحق عليا. كنت عايزاك ترمي العظمتين، تظبطي هرموناتك، بدل ما الحيزبون اللي جوه تجيب لك واحده على الزيرو وتقلب لك عداد وتحط لك فوطه صفرة. عارفه ليه؟ عشان البيبي ولي العهد. اصل انت ما بتخلفيش. قولي ان شاء الله. خميس بره وجايب معاه راجل من رجاله حريق. بتقول ايه؟ وهو فين دلوقتي؟ على البوابه. نضرب عليه نار كبير. لا اوعى حد يضرب نار، ده جاي يعور نفسه علينا، جاي عاوز يعمل لنا مشكله مع الباشا. اوعى حد يضرب عليه نار. اجري قول للرجاله كده. عمرك يا كبير. محدش يضرب عليه نار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنه؟ ازاي؟ ما انت عارف ابنك يا حاجه. خميس دماغه انشف من ريق العطشان،
غلو بتتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا، الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومه. حلف ما تعدي الليله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته، وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر وجاي تقعد جنبي. عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير، وصغرني الليله في حوارات كتير قوي. عايزها توصل ليه تاني يا حاجه؟ تاخد الرجاله وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغايه ما يطلع. ما يصحش يا فندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه يا حاجه بس ده كده. اقول لك ايه؟ ده امر، امر يا ابو سنه. هات يا جمال يا رب. حاضر يا حاج. الرجاله بتتواجد، ما بيخافوش رجاله في الضلمه. وادي مرسالك. يلا 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 معلم. بالله سلام. ايه مالك محظوظة كده؟ ابدا يا باشا، اصلا الصراحه يعني اول ما قالوا لنا انا هقابل باشا كبير خدت رجلي وجيت جري، وديك الساعه انا مقابل باشا كبير. طب اسمعي اللي هقول لك عليه كويس. قبل ما تنزلي من هنا تاخدي الحاجه اللي في الشنطه دي، شويه هدوم كده يعني على اعتبار انك كنت بتشتريهم، ده لو حد سالك. ولو ما حدش سالك هتيجي برضه تقولي لي مين سالك ومين ما سالكيش، وقال لك ايه وامتى وازاي وفين. والنبي انا اطمنت لك، انا هقعد جنبك. بتعملي ايه يا مجنونه؟ اقفلي الباب، مش عاوزين حد ياخد باله. ايه بس يا باشا؟ انا هسيبك على العشاء. معلش يا باشا، اصلها يعني الصراحه اول مره تحصلني نظام البشاوات والحاجات دي. من غير لا توعك، احنا من دلوقتي المفروض نتفق على طريقه نشتغل فيها مع بعض. ماشي. من النهارده انت شغاله معايا انا، يعني اي حاجه هتعرفيها تيجي تقوليها لي انا. ها؟ بالحرف الواحد. تمام يا باشا، انت تقول كل اللي انت نفسك فيه وانا وداني دي ما ترطق. على فين يا انا؟ روكسي بقى وعليك خير. روكسي اللي نعرفه يو. ايوه يا باشا، خميس افندينا كان عندي هنا وكان ماسك في زمارة رقبتي، وكان عايز سعادتك يطلع السر الالهي، واول ما سمع اسم براء النوح خد في وشه وطار، فانا قلت ابلغ سعادتك باللي حصل عشان تعرف تتصرف. أؤمر. أمرني ما عليك. مع السلامة. شلبي ضحكتني يا خميس، مع ان النهارده مزاجي مش معدول. انا كبرت لك يا باشا وجيت لغايه عندك، غير كده وكتاب الله ما عندي غير ده فضيه في دماغه. الله الله الله، ايه الكلام ده بقى؟ خميس افندينا على سنه ورمح عايز يروح للنوح في المنطقه بتاعتهم ويقلبها ظلمه عشان ابنه مد ايده على واحده ست؟ ده كلام يا راجل؟ الواحده دي يا باشا معدوده من حريمي ومن اهل بيتي، واللي يمسها يمسني وكرامتها من كرامتي. معاش اللي يمس كرامتك يا خميس. امال اللي عمله ابن النوح ده اسمه ايه؟ لعب عيال. لعب العيال ده عندنا يا بيه بتطير فيه رجاب. رجاب؟ لا ده الزربونه الصعيدي طلعت. اللي قول لي يا خميس، يا ست دي تخصك قوي قوي كده؟ انا كده عملت بالاصول يا بيه. اقعد يا خميس، ما يبقاش دمك حامي كده، اقعد. ما ظنيش ليك كلام، في نفس تاني. اسلم لي نفسك يا ريس خميس. خد يا خميس. ايه ده؟ دي دعوة حفلة عاملها لبنتي بمناسبة رجوعها من بره. حفلة؟ ويهمني انك تيجي وتشرفني يا خميس. انا ماليش يا باشا. يا خميس لازم تيجي وتجيب الهانم اللي عايزين نرد لها اعتبارها معاك، لان كرامتها في رقبتنا كلنا، واللي هعمله ليلتها لو ما عجبكش ليك مطلق الحرية تعمل اللي انت عايزه. هاي عمروتي. ها حبيبتي فريدة بنتي، خميسة فندينا. هاي. يتوب علينا ربنا. صغاري قال ايه مش عايز يجي الحفلة بتاعتك؟ قال ما بيعرفش يرقص. نيجي يا بيه، نيجي نيجي بقى. نيجي ونرقص كمان. تعرف ترقص فالس يا خميس؟ فالس؟ اه. انا ما دخلت المدرسة كنت الأول على الفالس.
تعرف الفالس ده بتحزبوا له بايه؟ هو بتحزبوا له برضه؟ فيش رقص من غير تحزيم يا خميس. احنا مش هنخلص يا نوح من الليله دي ولا ايه؟ ليله ايه يا باشا؟ ما احنا جاهزين اهو الدنيا تمام. انا مش بتكلم على الشغل. امال بتتكلم عن ايه سعادتك؟ نورني معاليك. عن لعب العيال اللي مع خميس اللي ملوش اخر. انا استحملت قله قربه على الاخر. وكل ده عشان العهد اللي خدته علينا. ومن يوميها وانا سكت لك على لعبه الصعيد يا نوح وعلى الغشم اللي عملته فيها، وده كان هيبقى سبب كبير قوي ان امحيك من السوق، لانها حركه ما تطلعش من ابن بلد زيك. عشت يا باشا. ده مش عشان خاطر سواد عينيك، ده عشان خاطر خميس طلع واد عرف يزنقك في خامه اليك وجاب الواد لغايه عندك في البيت وعلم عليك زي ما علم على ابنك في الكباريه. صدقني يا باشا انا لحد السعاري ما اعرفش ايه اللي حصل. ما لو ما تعرفش يا نوح تبقى مصيبه، ولو عارف وبتستعبط عليا يبقى مش حلو وهتزعلني. ما عادش يزعلك يا باشا، ده احنا كلنا رجالتك. ما عشان انت من رجالتي انا جبتك هنا وبتكلم معاك. واحد غيرك كان زمانك بتترحم عليه. لم ابنك يا نوح وقول له ابعد عن حريم خميس. بس افهم الاول هو عمل ايه وانا اقطم لك رقبته. التفاصيل دي عنده هو. انا قلت كل اللي عندي. وخلص الكلام. أمرك يا باشا. اعمل حسابك إن العملية الجاية حصتك كلها رايحة الخميس. يا باشا بس كده ده أقل عربون تدفعه على الوساخة اللي بيعملها ابنك. اللي تؤمر بيه يا باشا. تروح لهم وتتفق معاهم وتشوفهم عايزين إيه. أما مين دول يا باشا؟ عيلة أفندينا. مين؟ قابلتك ضاوية. النوح ممكن يبيع نفسه علشان ما ترجعش السوق تاني، فبلاش لعب العيال علشان ما ينولش مراده. عيال ايه يا حاج؟ مش فاهم تقصد ايه. اللعبة اللي بتلعبها انت وابنه مش هتجيب فايدة. براء النوح عايز يرد لي القلم. هما بيشغلوك عن السوق بكلام فارغ. خميس احنا في عرض رجعتك في السوق، ما تتكلم يا ابو سيدنا. ساكت ليه؟ معاه حق ابو جمعه. النوح رمي لك ابنه في سكتك علشان يكعبلك فيه لحد ما يلاقي لك خر يدخل لك منه. صبح. ما انا فاهم كل ده، وعلشان كده انا رحت قدام العمروتي وحطيت النوح وابنه عشان ابقى نفضت ايدي من العهد. وبكده انا بحكيت له كل وسخاتهم معايا من ساعه ما خرجت من السجن وزنقتهم معايا. ده عين العقل يا ابن بطني. وبكده تبقى شديت عودك وصلبت طولك ورميت عظمك. واذا حب النوح ياكلك في السوق اتحشر له في الزور، والعمروتي هيخلصك منه. هو العمروتي قال لك ايه بالظبط؟ يتوب علينا ربنا. يا مساء المزاج العالي يا معلم. خير يا حاج؟ جايبني على ملا وش ليه؟ مصايبك اللي ما بتخلصش وملحقاني في كل حته ومخلياني اطاطل ده واسمع من ده. وكل ده ليه؟ عشان عقل سعادتك في رجليك. في كل سكه مصيبه، وفي كل حته كارثه، وفي كل طلعة بلوى بتيجي على دماغ أهلي أنا. جرالك يا حاج في إيه؟ إيه لازمة الموشح ده كله؟ مصلحة الطياري، مصلحة اللي عداية اللي اشتغلتني بيها. مصلحة إيه دي؟ أنا مش فاهم حاجة. أنت واد زبالة، واد غبي وأهطل، ما أنتش فاهم حاجة في دنيتك. وبسبب عمليتك السودة دي هتجبرني اروح لحد افندينا في بيته واطلب منه السماح. اوعى تعمل كده يا حاج، اوعى تعمل كده. وانت خليت لي حل تاني. انت لو عملت كده يا حاج انا هقتله وهقتلك
وهقتل نفسي معاكم. فاللي حصلت يا فن يا شفاعة يا رب المعلم النور وأمان انتوا فاكرين النوح ده ايه؟ عيل صغير ولا تاجر نص اليابة؟ ده راجل من كبارات تجار الكار وله ناس ورجالته وعزوته، يعني مش بالساهل كده انه يطاط الكلام العمروتي ويلم الدور معانا. احنا في بيننا وبينه دم يا حاجة، مش بضاعة وفلوس. السوق شقلب حاله ابو جمعة وانت في السجن، والسيطرة ما بقتش زي الاول. خش. لا مؤاخذة يا فندينا، ايه اللي جابك هنا يا زوز؟ في زيارة مش على البال ولا على الخاطر. زيارة من مين؟ النمح بره. هات يا جماعة يا رب. اهلا وسهلا بسيد المعلمين، كبير عيلة النوح وكبير الكيف وصاحب المزاج في البر كله. نورت يا معلم. النور نورك يا حاجه. ايه الريح الطيبه اللي حدفتك علينا يا معلم؟ كل خير يا حاجه، حق وبنرد لاصحابه. زوز عمر فندينا، خد رجاله المعلم نوح وسيهم شاي، خليهم يريحوا ايديهم شويه بالسباحه. وجب يا فندينا، يلا يا رجاله. نفذ يا كبير. نفذ بس، خليك قريب. حافظ. يلا رجاله، يلا رجاله. حق مين واصحابه مين يا معلم؟ حق فندينا، وجايين نردهولي. الحق اترد لاصحابه من ساعة رجلك ما خطت عتبتنا، وعلى رأي المثل من دخل بيتنا استاهل محبتنا. اه، ومن جه دارك جاب الحق عليك، وما حب الا بعد عداوة. انا جاي امد ايدي واقول صافي يا لبن. قلت ايه يا معلمة؟ ما تحضرنا يا معلم ابو سلمى. الله يا معلم، انا بقول القول عند كبرنا يا معلم نوح. الرد عند فندينا. قلت ايه يا كبير؟ حليب يا قشطه.
تبقى ليلة القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقلية بابنك ولا ايه يامه؟ معاش اللي يقول كده. انا قصدي اقول ان جوازة زي دي في مصلحتنا، خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك، ولما سبتنا بقينا في النازل، وجوازة زي دي هتفتح في وشنا الابواب ونقب من على وش الدنيا. انا يا فندينا يا امه، وان كانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين فمصيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لينا، بس انت اللي مغفلاها قوي. دي سكه مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصه اللي واكل عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمه على وداني ولا عاجزه بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجه، ملوش لزوم الكلام ده. بس يلزمنا انا يا روح امك، مش افندينا اللي يقع في بنت زي دي ويتجوزها، واذا كانت لازماك قوي ارمي لها قرشين اخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزياده بقى يا امه. بزيادتك انت، انت اللي لازم لك قفله. خلاص القفله بقت بضبه مفتاح، والحكايه جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحه، والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر، الله أكبر. طب وكان لازمته ايه بقى الحوار ده كله لما انت ناوي تلمها في الاخر؟ ده شغل عتاء يا حمار. ما انا كنت فاهم كده يا معلم، بس لما الموضوع يطلع على فشوش يبقى الحكايه فيها انه مش لازم الضربة الزين، كفاية قوي إنها تدوش. من الحكومة تنتبه له وتحل عن سمان إحنا، ومنها هو يبقى مطمن لنا قبل ما يخطب رجله في الملعب. أنت بتثبتني؟ بتثبتني أنا يا معلم؟ بقى أنا أقول لك مش هخليها أوبها وأنت تجيب ورا عشان تفتح له سكة؟ وليه ياد ما تقولش إن أنا بحفر له قبره؟ ما انا قلت لك سيبنا اجيب لك عجله. ما انت حاولت مره واتنين وانا قبلك. ايه اللي حصل في الاخر؟ ده قط بسبعة ارواح، هو قام منها واحنا خسرنا نص المصلحه. طب ما ترسيني على اللي في دماغك، ولا انت لسه شايل مني يا سيد المعلمين؟ شايل منك ياض؟ ده انت ابني حبيبي، ده انا نفسي تبقى كبير الناس دي كلها، وكمان نفسي ومنى عيني تبطل غشم ولعب ناشف وتبقى بقى حريف عشان تبقى هداف زي ابوك. طب ما ترسيني يابا على الخطه وريحني. مع انك ساعات بتبقى حمار قوي، انما برضه ساعات كتير بتعمل حاجات بتعجبني، واقول إنك بغشمك ده راسم الخطة معايا. قصدك إيه؟ رمانة. الله، هو الحوار ده وصل لك يا سيدي المزاج؟ آه، مش مهم وصلني إزاي، المهم إنه عجبني. أهو كده يا ابني، أهو كده، مش تقولي ضرب بالحزام وعلامة في الوش، إيه ده؟ إيه ده؟ احنا يا ابني والعياذ بالله مش الحكومة عشان نعمل الكلام ده، لا لا لا، انت بقى تخش عليها بالهادي باللطيف بالظريف، وشوية شوية تجيبها على اسنانها في صفنا، ساعتها تبقى انت ابن ابوك بصحيح. يعني ايه؟ يعني انا عرفت اجيب جول؟ اه، يا ريتك تعرف تكرره تاني. وحط ايدك بقى في ايدي واحنا نحذف افندينا بره الملعب في غمضه عين. بس ده ما كانش يقولك زمان، طول الوقت عمال تقول لي بلاش نعمل مشاكل، بلاش عشان العمروتي باشا. وبرضه هقول لك كده، عارف ليه؟ عشان انت خفيف ومتعور في الوش.
انا يعني لما بعوز اعور اعور في لمؤاخذه حته من الدرية وخلاص. ها فهمت؟ فهمت فهمت يا سيدي المعلمين. مالك يا بنت بتخشبك انا ليه ولا حكي؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك على بقى وخليني امشي. لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ها؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس رجليك والنبي. يا بنت يا بنت قومي، مش شايلين ذنب، انا مش قد. قومي الله لا يسيك، انا مش ناقص. يا معلم انا غلبانه وحدانيه وماليش حد في الدنيا ومش حمل اذايا. ومين جاب سيره الاذايا دلوقتي؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا بنت يا بنت أنا سألتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي أنا عملته ده مش برضايا. مين بقى اللي غصبك؟ أنا مش قد الحكومة. ولا الحكومة قدي. ويقدر على القدرة اللي ربنا. لا ما يا بنت يا بنت ما تخافيش ما تخافيش، أنا لو عاوز أتويك كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها، ولا كان في مخلوق هيعرف لك طريق جرن. يا معلم أنا أنت بس طيب. طيبة. أنت فاكراني إن أنا راجل أهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسة مساج وكم ضحكة ميصة وكم نظرة رضا. بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي واللي انت عايزه، بس ارحمني والنبي. الرحمة من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايزني اعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجة ولا أي حاجة، اللي أنا عايزه أنت عملتيه خلاص. يعني يا بنت أنا اللي كنت مشغلك عند الحكومة عشان يوصل لها اللي أنا عايز أوصله. بصراحة أنت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده أنت تستاهلي مكافأة نهاية الخدمة.